تفعلوا مع المساجين؟ اخذوا عليهم. Don't shoot. انتشروا وامسحوا المنطقة. اقتلوا اي شيء لا يزال يتحرك. استخدموا السكاكين ان استطعتم. يجب ان نحافظ على ذخيرة. مهلا. هؤلاء الأوهاد واسعوا الحيلة، ربما أعدوا بعض الفخاخ. لا تقلق، سأقتل أي شيء يتحرك. تمهل فحسب. كن يقظا.
حسنا يا صديقي، دور. لن أخبرك بشيء. أنا أصرف، ولهذا سنضربها حتى تتوقف عن التنفس. وهكذا عندما أسأل الشخص التالي عن الأثر سيعرف أننا شاهدين. أوضحت وجهة نظري. إن كان ذلك يشعرك بعدم الراحة، استدر وضربها. يوجد شخص هنا. أنا أوغاد، حرريني، سأقتلهم جميعا. بهدوء صوفيا، سالت دماء كثيرة، نفقد الكثير من الناس. ربما ضحى قومك بما يكفي. هذا كل ما نعرف. أسأت الحكم عليك لارا. كيف أساعدك؟ قولي. يجب أن أوصل البقية للأمان، لكن مدخل السراديب مغلق. سأجد وسيلة لإخلائه. ستكون بخير. أنا بخير، سأكون بخير. ساعدنا في إيصال الآخرين للأمان. تنفس وحسب. سنوصلك للأمان، لا تتحرك. لا يمكنني فتح هذا من هنا، لابد أنه مغلق من الجانب الآخر. لابد من طريقة للخروج. إنه محصن من الجانب الآخر. ربما يمكنني إزالة العائق من هنا. أعتقد أنه مستودع. سيكفي هذا. شكرا لك لارا، سيكونون في أمان في السراديب الآن. أعرف أنك تبحثين عن المصدر القوي، ولكن سيموت قومي من أجل حمايته. إن قومك يموتون بالفعل، لا يمكنك حمايتهم للأبد. نجحنا في الصمود طويلا، لكن حاليا يسعدني أنك حليفة لنا. يحتشدون عند البرج، ما زال لدينا ناس هناك. أوصل الآخرين للأمان، سيحتاجون إليك.
أنا هنا، لكننا نتلقى النيران من المروحيات. اجذب انتباه جماعة الترينيتي بأي طريقة. دعوا الأمر لي، يمكنني هذا. لنا اليد العليا. عمل جيد، ستصل هذه المروحيات قريباً.